يعني دكتور، موضوع صراحة مهم وخصوصا للبنات، ودائما يسمعوا حكايات وأول ليلة وكيف التعامل والشخص غريب علي، ويعني أشياء كثير تحكم هذه، خلينا نقول الرؤية اللي البنات شايفينها عن هذا الموضوع. فكلمنا عن هذا الموضوع، لو تدينا نصيحة لفترة الخطوبة سواء كانت الطويلة أو القصيرة، هذه الفترة كيف ممكن العروسين خلينا نقول يهيئوا بعض أو يتهيئوا نفسيا لهذه الليلة؟ جميل جدا. أول حاجة مرة شكرا لروتانا الخليجية على هذه الاستضافة، يعني هنا من آخر مرة من شعبان تقريبا كنا، وحقيقة شكرا لكم من أعماقي على نوعية الثقافة اللي أنتم بتحاولوا تنشروها بقدر الإمكان، وبتساعدوا الناس على أنهم هم يرفعوا من مستوى الوعي في أمور جدا هامة. إحنا قاعدين بنلاحظ أنه يعني موجودة مشاكل في المجتمع. الفترة الخطوبة هي كلمتين ورد غطاها أنا حقولها عشان ندخل على ليلة الزفاف. فترة الخطوبة هي أهم فترة في حياة العلاقة الزوجية كلها. كل علاقتنا الزوجية بتستمر أو لا تستمر لأنه ما بنأسسها في فترة الخطوبة بالشكل الصحيح. إذا أسسنا فترة الخطوبة بشكل صحيح بقواعد ثابتة، أوكي، هندخل وحتستمر العلاقة بشكل أفضل. إيش هي القاعدة الأساسية اللي نحن لازم نأسسها في فترة الخطوبة؟ أتفق أنا والطرف الآخر وشريك حياتي على مبادئ أساسية. هذا الاتفاق يأتي أول حاجة عندما نزعل من بعض أو يصير في مشاكل أو whatever، لازم يكون في حوار ناضج ونضع الأساسيات للحوار الناضج. كيف نتحاور ومتى نتحاور؟ نضع الأساسيات بحيث أنه ما نجي والله أنا إحنا اتفقنا من ليلة الخطوبة أن إحنا لازم نتكلم. أيوة، بس اتفقنا وفق أساسيات معينة، معايير معينة لازم نضعها، الوقت والمكان المناسبين بحيث أنه الواحد يكون هادي ومرتاح كما تكلمنا عنه سابقا. ثاني حاجة، أوكي، نضع الخطوط العريضة اللي إحنا صوت عالي ما يكون في بين، إذا ارتفع الصوت نعمل بوز ستوب، أوكي، نكمل لاحقا. مدة يد ما يكون فيه، صار فيه لا سمح الله أو حيصير، تمام، ستوب، لازم نعيد من أول وجديد. نضع خطوط عريضة صحيح، إذا اتفقنا عليها صدقيني ما يأتي لاحقا بما اتفق عليه سيكون سهل.